ابدا معاك لانه النهارده عندنا كلام كتير جدا جدا الحقيقه، في امور كثيره جدا خلال الشهر اللي فات عدت علينا حاجات كثيره، لكن خليني ابدا بكاس العرب وشكل منتخبنا واداء منتخبنا واختيارات كارلوس كيروش. يعني عندنا 100 حاجه في بعض، اختيارات كارلوس كيروش ال 40 وعدم وجود واحد زي حسين الشحات، عدم وجود واحد زي طارق حامد، عدم وجود زي واحد زي حسين فيصل اللي كان بيتقال ان هو من مكاسب مكتسبات او من مكاسب البطوله العربيه. فبالتالي كل ده عايزين نتكلم فيه مع بعض كلنا، يعني مش عايزين تمام. كل واحد عنده حاجه نقدر نتكلم فيها نتكلم فيها، بس نسمع بعض طبعا. خلينا نبدا من كاس العرب. الفكره الحقيقه حلوه. والفكره انا شخصيا يعني كمواطن مصري عربي ومتابع كان نفسي بقى حاجه اسمها كاس الامم العربيه ايا كانت، حتى لو خارج يعني لو خارج اعترافات الفيفا، لو الفيفا مش معترفه بيها. كاس الامم العربيه، كاس الامم العربيه او كاس العرب تبقى زي المنظر اللي نجحها المره دي بالشكل غير مسبوق هو وجود اسم الفيفا فيها، واللي هو يعني فرضها على كل الدول العربيه وكل الناس تشارك قدر الامكان. يعني الحقيقه كانت بطوله مميزه وفكره كويسه، والحقيقه اظهرت لنا الجانب التنظيمي الرائع في قطر السنه لكاس العالم، حاجه رائعه وحاجه محترمه، تنظيم رائع، ملاعب رائعه، تصوير، حاجات كلها الناس شافتها واستمتعت بيها. خلينا نخش على الجزء الخاص بتجربتنا احنا كمصريين. يعني انا الحقيقه من اول قبل البطوله يعني اتصدمت بتصريح للسيد كيروش لما قال لك ان انا رايح اجرب ورايح اشوف ورايح اختبر. يعني والحقيقه ان البطولات دي بالنسبه للمصريين سواء المقيمين هنا في مصر او المصريين هنا في الوطن او الجاليه المصريه اللي موجوده في الدوحه او منطقه الخليج كلها بتبقى مباريات مهمه جدا وغايه في الاهميه وغايه في القوه وغايه في الحساسيه بالنسبه لهم. فالمفروض دول يتعمل حسابهم بشكل كبير جدا ان المنتخب اللي رايح ده بيمثل 50 100 250 الف مليون موجودين في منطقه الخليج، فالحاجات دي بتبقى مهمه ليهم معنويا ونفسيا، ولابد ان نراعي ده بغض النظر عن فكر الجهاز الفني لان ده حاجه مهمه جدا. وحضرتك طبعا اكيد لعبت في الخليج قبل كده وشفت مدى اهتمام الناس ومدى اهتمام الشعب المصري، فكان لابد ان يكون بيها اهتمام كبير جدا. رغم ان في الجهاز الفني حصل الاهتمام داخل البطوله لان هم شافوا الجمهور هناك قد ايه وشافوا اهتمام الناس قد ايه وشافوا ان منتخبنا يقدر يكمل البطوله ويقدر يفوز بالبطوله ويقدر يتحرك بشكل قوي جدا. لكن المشكله ان مستر كيروش الحقيقه على مدار البطوله توهنا وما بقيناش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. يعني طول الوقت الدنيا داخله ببعضيها، ما فيش تنظيم بالنسبه للفرقه، تحس ان اللعيبه نفسها تاهت. يعني في لعيبه، انا حاسس ان في لعيبه كبيره نسيت واجبات مركزها في الملعب من كتر اللي بيتعاد. في تغييرات في التشكيل كبيره جدا، في تغييرات في المراكز، بتحس ان في وجبات كتيره جدا مفتقده في الملعب، تشعر هناك فوضى تكتيكيه في منتخب مصر. فلما ما كانش لينا شخصيه واضحه وشخصيه بارزه طول الوقت، شفنا لعيبه خدت فرصه ما كانش يستحق ان تاخدها، وفي لعيبه بره كتيره جدا كان المفروض تاخد الفرصه ما تاخدهاش. الحقيقه حصل نوع من اللخبطه الكبيره جدا. انا مش عارف مستر كروش بيعتمد على البطوله دي بيعتبرها اي حاجه، يعني هل دي حاجه بيشوف بيها اللعيبه؟ طب لو بيشوف بيها اللعيبه ازاي زي ما حضرتك قلت لاعب زي حسين فيصل اللي جابه وقال لنا لاعب ذو شخصيه ونفاجئ بيه مش واخده ضمن ال 40 لاعب لكاس الامم الافريقيه؟ حاجات غريبه جدا حصلت في البطوله، اكيد كلنا مع الزملاء هنتكلم فيها بشكل طويل ومفصل، لكن انا شايف ان هي تجربه غير جيده للمنتخب المصري الحقيقه، وافقدتنا الكثير من الثقه في المنتخب وفي كيروش نفسه. بالظبط خالد.